حقيقة أهالي سيناء كان لهم النصيب الأكبر من الرسائل التي وجهها دولة رئيس الوزراء اليوم، حيث أكد على تقدير الدولة لدور أهالي سيناء في مواجهة الإرهاب، وشدد أيضا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ القرار الاستراتيجي، وهو تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب. الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض، وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول، الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. احنا ما كناش يعني، واللي عايز أقوله إن احنا من ساعة ما بدأنا من 2014 احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية. شمال سيناء كلنا عارفين، واهالي شمال سيناء اللي موجودين واللي انا سعيد ان انا اشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من اسابيع قليله لما جيت في الزياره السابقه، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الارهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. ارهاب مقيت، كنا كل اسبوع ما بيعديش الا وبنسمع عن حادثه استشهد فيها او اولادنا من القوات المسلحه او الشرطه او ابناء شمال سيناء او اصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار ان احنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغايه لما ننهي الارهاب من غير ما نعمل اي حاجه، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقه ساحه حرب وان احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سياده الرئيس كان من اول لحظه ان احنا لازم ننمي سيناء جنبا الى جنب مع دحر الارهاب.